افضل حارس الاحتياطي عم يلعب بشكل اساسي. حسين دقيقه على الجهه اليسرى، نور منصور، خليل خميس، وحسين الزين، هيثم فاور، عيسى يعقوب وحسين منذر موجودين بخط الوسط. محمد المصري من الجهه اليمنى، ربيعه طايه من الجهه اليسرى، اكيد مع تبادل المراكز يلي ممكن يكون خلال يعني مره جديده بس المرمى عم يعطي مثل ما ذكرت كابتن فرصه لمحمد المصري بهيك مباراه كبيره، امر مهم جدا بالنسبه له. بالبرتشيه يلي خسرها الفريق 0-1، والمباراة يلي غيب عنها هي المباراة الوحيدة يلي بغيب، غير هيك ما كان عم بيتم استبداله بأي كأس يلي يمكن تحملنا اسم جديد أو اسم قديم يكون بطل كأس هالسنة. يعني طبعا العهد ومع الهدف يلي عم بيسجله عم بيكون صار عنده 100 وهدف على المرميين. حلو كثير من نور منصور لخليل خميس، بنزلها الكرة ساقطة لعند محمد المصري منه لحسين دقيقة بيك، والأمر الواضح فارس إصرار النجم الكبير على إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول المتبقي منه 9 دقائق. 56 نقطة النجمة 48 والأنصار 49. لخاء يلي احتل افضل مواسمه على صعيد ثبات المستوى باعتراف المدرب باسم مرمر، هيثم فقور عم يضغط على ابو بكر المال وعم ينجح يمنعه من التقدم بالكره، عم تروح لعند محمد المصري، الثقه يلي موجوده عند اللاعب الشاب عم تخليه يلعب بالكره الاماميه الممتازه جدا. اول كثير نعمله اكيد يكون الحجر الاساس لموسم افضل. فضت وعادت الى عيسى يعقوب والغاني لعند محمد المصري، شوفوا الثقة الكبير يلي عنده اياها اللاعب الشاب المصري. مرة جديدة عم يستلم، ممكن نشوف اكيد بالشوط الثاني تغييرات على صعيد فريق العهد على طرفين بخط الوسط. الامور ترجع لباسم مرمر، اكيد تقصير وشروط لاعبينه مع التسديدة ايضا الاولية الى خارج. استغرب نشوف اهداف اليوم مثل ما ذكرت ايضا قبل بداية المباراة الفريقين. على الجهه اليمنى سريعا لعند العطايا، العطايا العطايا مع حسين مدر، بفضل يروح لحاله ويلعب الكره العرضيه لكن لوين؟ عند علي حمام، خطيره جدا. محمد المصري بهدف خلينا نقول حصري، لانه هيدا اول اهدافه بدوري الاضواء. فرحة جمهور العهد الكبيرة، فرحة محمد المصري بالتأكيد أكبر مع باسم مرمر، عم بكافئ مدربه على ثقته فيه على الفرصة يلي أعطاه إياها اليوم، فما ضيع الفرصة وسجل بطريقة رائعة بشباكه لعلي السبع بالإعادة. شوفوا ربيع عطاي قلت خطير بعرضياته، لعب الكرة العرضية هون علي حمام ومحمد شونة بالخطأ المشترك، وعلى طبق من ذهب لموهبة ذهبية عم تطل على الملاعب اللبنانية. محمد المصري بتسديدة من مسافة قريبة، تسديدة رهيبة، هزت شباك علي السبع، المر علي السبع ما بيقدر يعمل أي شيء بالتأكيد، لأنه محمد المصري مثل ما عم تشوفوا أمامكم عمل كل شيء وأنهى الأمور وأعاد التقدم للعهد. كرة ربيع عطايا الخطيرة عم تسقط داخل المنطقة وعم ترتد من شونة بعد ما حاول علي حمام يبعدها. رح تنتقل لصالح فريق العهد بالإعادة كمان مرة، الفرصة الذهبية يعني نفس السيناريو عم يتكرر، وقت سجل العهد هدف أو خرجيت والحكم بيتابع اللعب ما في شيء، بيقول محمد درويش صاحب الهدف الثاني، صاحب هدف التقدم لفريق العهد المصري. كرة مثل ما عم نشوف أمامنا جاهز للدخول، مكان مين؟ على الأرجح مكان محمد المصري، بالفعل مكان اللاعب يلي أهدى هدف التقدم للاصفر. محمد المصري عم يسجل اسمه بين هدافي العهد بالموسم الحالي. لقب مستحق لفريق العهد، عم بيتوجهوا لعند جمهورهم. لك ايه هيدا بطل لبنان. القابه الخمسه بكاس لبنان والقابه السبعه بمسابقه كاس السوبر،
كمان احتفالات وناحية الجمهور، احتفالات وارضية المي